واحد اثنين مهد العشري فين؟ واحد اثنين مهد العشري فين؟ واحد اثنين فهد العشري فين؟ واحد اثنين مهد العشري فين؟ واحد اثنين مهد العشري فين؟ أنا شركة زيوت المتكاملة بالسويس. اللي صاحب الشركة اسمه أحمد عالم الدين من بورسعيد ومقيم في مصر في عباس العقاد. الراجل ده راجل مفتري جدا بالنسبة لنا، واحنا جنب بيته هنا ما قبضناش شهر ثلاثة وشو داخلين على شهر أربعة ما فيش قبض، واحنا مالناش مصاريف لعيالنا ولا عارفين ندفع إيجارنا، والمعيشة غالية، واحنا كثورة عمارية اسمها قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في البلد في أي وقت. دي مش مشكلة شركة، دي مشكلة شركات في مصر موجودة والحكومة للأسف ما بتحلش حاجة. الراجل ده من شقانة كسب مليارات وعمل ثلاث شركات، وفي الاخر حضرتك عمل حته القسم التعبئه دوت وهو ليه يد فيه في الحرق عشان يعمل الغلق، تمام حضرتك؟ ودلوقتي مش عايز يقبضنا الفلوس بتاعتنا ولا عايز يدينا مستلزمات المرتبات والبدلات والحاجات دي كلها. تاني حاجه بيقول انا فوق القانون، انا فوق القانون، واحد يقول انا فوق القانون، فين الحكومه؟ فين رئيس الجمهوريه عشان يحاسبوه على الكلمه دي؟ هما دلوقتي بيقولوا مفيش حد فوق القانون، علينا احنا بس يا غلابه، لكن على الناس ديت المفتريه اللي معاها فلوس فين بقى اللي بيساندوا؟ يجوا يكلموه يقول لك انا فوق القانون.